الحماية عن طريق استخدام طاقة الكونداليني. يتم عمل هذا التمرين قبل وبعد التأمل. المرحلة الأولى تمثل الإرادة، وتعني إرادتنا أن نجعل طاقتنا في حالة من الصحوة طوال اليوم. ضع يدك اليسرى وتسمى بيد الإرادة أمام أول مركز للطاقة بالأسفل، وارفعها تدريجيا إلى أعلى مع لف اليد اليمنى حولها في حركة دائرية في اتجاه عقارب الساعة. عندما تصل إلى أعلى الرأس، اعقد عقدة، وتلك العقدة هي عقدة تخيلية تجعل الطاقة أعلى الرأس. نكرر هذه الحركة مرتين مع تزويد عقدة مع كل حركة لحماية كل من القنوات الثلاثة. الجزء الثاني يمثل درع من الحماية الأجسامنا. ضع يدك اليسرى على ركبتك، وباليد اليمنى نأخذ الطاقة من الناحية اليسرى إلى اليمنى والعكس، بحيث تكون الحركة أشبه بقوس القزح وهي تسمى بالبندن. نكرر هذه الحركة 7 مرات نسبة إلى 7 قنوات للطاقة. يتم عمل هذا التمرين قبل البدء في التأمل وفي نهاية التأمل، وأيضا قبل الخروج من المنزل أو الذهاب إلى العمل، فهي تعطي حماية للجسم وقنوات ومراكز الطاقة على مدار اليوم.